إنتاج المسلم الأمازيغي. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، حيا الله أحبتي الكرام وأطفالي الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج حكايات عمي خالد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره لقصة أصحاب الأخدود كما ذكرنا في الحلقات الماضية، قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك، وكان لهذا الملك ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ائتني بغلام أعلمه السحر يكن لك من بعدي. وقلنا بأن الساحر كان يحرص على أن يكون غلاما طفلا صغيرا، لأن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وكان أهل الباطل يحرصون على تعليم باطلهم للأطفال الصغار، ونحن أولى بذلك أن نعلم الطفل الصغير الأخلاق الحسنة والعقيدة الصحيحة والعلم النافع، نحن أولى بذلك. فلذلك نعم، ولذلك أنا أحاول أن أذكر لكم هذه الحكايات وهذه القصص لكي نأخذ منها العبر، لأنها ستنفعكم، وينبغي لكم أن تحفظوا مثل هذه القصص وأن تتعلموا منها الكثير، وأن تجعلوها دائما نصب أعينكم في بعض الأمور التي تتعرض لكم في حياتكم أو تعرض لكم في حياتكم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجيء له بغلام، جاءوا له بغلام صغير، فكان هذا الساحر يعلم السحر للغلام لكي يصير الغلام ساحر الملك إذا مات الملك الكبير، لأنه لما كبر قال للملك: ائتني بغلام أعلمه السحر يكن لك من بعدي، أي إذا أنا مت كان هذا الغلام هو ساحرك المقرب الذي سيبقي الناس يعبدونك من دون الله. فجاءه هذا الملك بغلام صغير، فكان هذا الغلام يتعلم عند الساحر أسلوب السحر وأمور السحر وما يتعلق بالسحر، فكان يمشي من بيته، يخرج من عند أهله إلى الساحر يتعلم منه السحر. الله سبحانه وتعالى جعل في طريقه رجلا شيخا كبيرا راهبا من الرهبان يعبد الله سبحانه وتعالى، وكان الناس حينئذ يعبدون الملك من دون الله إلا هذا الشيخ الكبير هو الذي يعبد الله. فهذا الغلام مرة من المرات يمشي في طريقه إلى الساحر، فسمع كلاما يخرج من بيت هذا الراهب، فاقترب منه فسمع كلامه فأعجبه الكلام، وفيه أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يضع لك في الطريق، في طريق الشر، يضع لك شيئا يصدك عن الشر. أحيانا أنت تريد أن تذهب إلى مكان نهاك والدك عن الذهاب إليه، أنت خرجت لتذهب إليه، مثلا طفل يريد أن يتعلم مثلا تناول شرب الدخان، مثلا تناول مخدرات أو شيء، فخرج في طريقه إلى ذلك. الله عز وجل يجعل في طريقك شيئا يصدك، هذا من فضل الله علينا، مثلا أن يجعل لك في الطريق كلبا يصدك عن الطريق، أو أن الله سبحانه وتعالى يسمعك أو يعني تسمع كلام أحدهم يحدث صاحبه عن خطورة التدخين وأن الدخان يسبب السرطان ويسبب الموت، فالله عز وجل يجعل لك هذا في طريقك كي يصدك عن ارتكاب تلك المعصية. أو أحيانا تريد أن تسرق شيئا مثلا لشخص مثلا، فتتذكر أو تسمع قول الله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، بأن الله عز وجل يرى، فأنت تعتقد بأن الله عز وجل يراك وأنت ترتكب تلك المعصية فتتركها. إذن في طريقنا إلى الله عز وجل من فضل الله علينا أنه يجعل لنا شيئا يصدنا عن ارتكاب المعاصي، هذا من فضل الله علينا سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل جعل هذا الراهب في طريق الغلام، في طريق الغلام، فدخل الغلام وأعجبه الكلام. وفيه هذه من الفوائد أن كلام الله سبحانه وتعالى
وأن ذكر الله سبحانه وتعالى وأن الأمور التي تتعلق بعبادة الله جل في علاه هذه من الأمور التي تناسب الفطرة وتوافق الفطرة فطرة الناس. فالإنسان مفطور على حب الله جل في علاه، لأن في الحديث كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إنسان يولد على الفطرة. فهذا الغلام سمع هذا الكلام فتحركت فطرته فأحب كلام هذا الراهب، فكان دائما يذهب في طريقه إلى الساحر، يعني يذهب إلى الراهب فيسمع منه ثم ينطلق إلى الساحر وهكذا، فكان يتأخر عن الساحر ويتأخر عن أهله، فكان الساحر يضربه، لما تأخرت؟ وإذا أتى أهله يضربونه، لما تأخرت؟ فحكى الأمر إلى الراهب، حكى ذلك إلى الراهب. وفيه دليل كذلك من فوائد هذا أن الإنسان لا بد له من شيخ يعلمه ويرجع إليه ويسأله، لأن هذا الراهب استطاع أن يحل له مشكلته في فائدة في نصيحة بسيطة. قال له الراهب: إذا سألك الساحر لم تأخرت فقل له حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك لم تأخرت فقل لهم حبسني الساحر. وانتهت المشكلة. إذن لابد لكل إنسان يسير إلى الله سبحانه وتعالى لابد له من شيخ يرجع إليه، من عالم يرجع إليه، من مرشد يرشده إلى الله سبحانه وتعالى، لابد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو المرجع الذي يرجع إليه الصحابة رضي الله عنهم في كثير من الأمور، يرجعون إليه إذا قست قلوبهم، يرجعون إليه إذا أخطأوا، يرجعون إليه إذا احتاجوا نصيحة، يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمهم. مثلا جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله إذن لي في الزنا، وهي فاحشة من أكبر الفواحش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، أو ترضاه لأمك؟ قال: لا. هذه الفاحشة ترضاه لأمك؟ لا. ترضاه لأختك؟ لا. ترضاه لعمتك؟ لا. كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم وأبناتهم وأخواتهم وكذا. فخرج هذا الشاب وهو يبغض هذه الفاحشة، فهذا رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قصة حنظلة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول: نافق حنظلة، نافق حنظلة، ماذا بك يا حنظلة؟ قال: عندما نكون معك نحس يعني بإيمان وخشوع وكذا، كأن يعني إحساس حب الله عز وجل وأننا ننكر هذه الدنيا، لكن عندما نذهب إلى بيوتنا ترجع يعني نعافس النساء يعني نرجع إلى أمور الدنيا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة يا حنظلة. فالمهم الرجوع إلى أهل العلم والرجوع إلى أهل يعني الشيوخ والعلماء هذا من أفضل الأمور التي تدل تصلح لنا طريقنا إلى الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. لابد لك من شيخ تسأله ويدلك على الطريق. ولذلك قديما كانوا يقولون: لولا المربي ما عرفت ربي، لولا المربي ما عرفت ربي. فالمربي هو الذي يعينني على الطريق، فيذكرني إذا أخطأت، ويعلمني إذا كنت لا أعلم، ويربيني ويذكر عيوبي ويدلني على الطريق. هذه وظيفته، وإذا احتجت شيئا فيكون دائما في جنبي. فهذا الغلام رجع إلى الراهب فدله الراهب وذكر له ما ينبغي أن يفعله: إذا سألك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك فقل حبسني الساحر. وأنهى قصته. ما الذي استفدتموه أنتم من هذا أكرم؟ استفدت من هذه القصة أن في كل طريق شاذي يوجد تنبيه من ربي. من الله سبحانه وتعالى. أحسنت، يعني عندما تريد أن يعني في طريق الشر قد يرسل الله عز وجل لك شيئا ينبهك. استفدت شيئا يا أشرف؟ استفدت العلم. أحسنت، لابد لك في طريق أن تتعلم وأن تسأل عالما. أحسنت. استفدت من هذه القصة أن لشيوخي أهمية كبيرة في الدين. أحسنت، الشيوخ لهم دور كبير في الأمة.
أحسن أسعد. تفضل يا أمرا. استفدت من هذه القصة أنه لابد من وجود مرشد يرشدك. أحسن، لابد من وجود مرشد وموجه يوجهك إلى الطريق الصحيح. إذن هذا ما فعله الغلام، رجع إلى الراهب فدله الراهب على الحل وذكر له الحل. أسأل الله عز وجل أن تنتفعوا بهذه الفائدة من قصة أصحاب الأخدود، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نلتقي في حصة أخرى من حلقات برنامج حكايات عمي خالد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنتاج المسلم الأمازيغي. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.